السلام عليكم متابعينا الحلوين، واهلا بكم معانا في وصفه جديده من قناتي مطبخ ساره عطيه. النهارده ان شاء الله الوصفه هتعملها لي حماتي ام اشرف، هي اللي هتعمل لنا الجبنه القديمه الصعيدي على اصولها، وهتكون احلى جبنه ممكن تجربوها. تابعوا معانا حلقه النهارده، هتكون حلوه جدا وان شاء الله تعجبكم. بس لو اول مره تشوفوا فيديوهاتنا ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان توصلكم الوصفات او البول. ودلوقتي يلا بينا مع بعض نشوف وصفتنا الحلوه للنهارده. دي كده الجبنه اللي احنا مجهزينها عشان نعمل بيها الجبنه القديمه، الجبنه القريش اللي هي الجبنه الخضراء جبناها وحطيناها على ال على اي حاجه، عشان تصفي الميه على اي حاجه عندها. دلوقتي بقى هنتقلها. يعني ايه هنتقلها؟ هنعمل ايه يا ماما؟ هنتقلوها بالشطه والملح. ايوه، هي ماما هنا محضره ملح بشطه ضربوه في الكبه. بنحط الجبنه الخضراء في الطبق اللي فيه الشطه والملح ونبتدي نغطيها كويس كده زي ماما بتعمل، وبعدين نرجعها تاني تصفي. لازم الملح والشطه تبقى مغطيها كويس كده زي ما ماما بتعمل. كل واحده بنخلصها بنرجع نرصها تاني على اللي احنا عاملينه ده عشان تصفي الميه الزياده. كده خلاص احنا تقلناها وخلصت بالشطه والملح. بس هتاخديها تتحط في الشمس، يعني دلوقتي هنطلعها في الشمس يوم او يومين؟ يوم او يومين. ده شكلها اهو، هنطلعها دلوقتي في الشمس ونوريها لكم فوق. على فكره دول عشان التصوير بس كام واحده، لكن احنا بننتج الجبنه بنتج له 100 200. يعني بتعملوا كميات كبيره؟ كميات كبيره. في النهارده بس احنا عاملين كميه صغيره عشان نوريكم الطريقه، فعملنا كميات صغيره. لكن هم اصلا هنا لما بييجوا يعملوا الجبنه القديمه بيعملوا حوالي 200 او 300 ويحطوها في البلاص، بقى بتقعد معاهم مده طويله. خلاص كده حطيناها في الشمس يوم اتنين زي ما تحبي، 3 ايام. لو في حاجه خفيفه، شال ابيض، شاشه، اي حاجه خفيفه تروحوا مغطينها عشان الناموس مش كويس والدبان والحاجات. ايوه، يعني احنا دلوقتي هنغطيها عشان ما يجيش عليها حشرات. غطي كده دي. احنا دلوقتي غطيناها بشاشه كده خفيفه توصل لها الشمس، وفي نفس الوقت تبقى ايه، حاميها من الحشرات او اي حاجه تيجي عليها دبان او حاجه. هنسيبها بقى دلوقتي يومين ثلاثه وبعدين نوريها لكم بعد ما نشفت من الميه. ده شكل الجبنه بعد ما سبناها 3 ايام في الشمس، هي كده جاهزه ان احنا ندخلها البلاص. كده جبنتنا خلصت، نشفت وخدناها من الشمس. ايوه، هنسقطها في البلاص. البلاص فيه مش قديم وفيه شرش وفيه جميع حاجات الجبنه، بنجار، حاجات اللي هي تموت الدود، الحاجات فيها جميع حاجه. ايوه كده، ايه، هنسقطوها كده. هننزل بقى الجبنه. البلاص ده ماما بيبقى فيه دواء في جميع حاجة محطوطة للدود؟ في جميع حاجة محطوطة جايبينها من العطار، المش بتاعه وكل حاجة، وجزاز الزيت بنغلوها ونروحوا كبينها عشان لو في أي دود ولا حاجة يموت. أي حاجة فيها وتبقى نظيفة. وبتقعد قد ايه الجبنة بقى في المش؟ عايزة تقعديها سنة تقعديها، سنتين تقعديها، ثلاثة تقعديها. طبعا كل ما غابت كل ما بقت احلى. كم شهر كمان احنا بنحبوها من في السنة عشان تيجي في الصيف، الناس بتاكلها بشهد وبتاكلها ببطيخ وبتاكلها وحلوة. ممكن نضيف معاها حاجات تانية زي قشر السفندي لو عايزة تحطي في حاجات زي كده، تكبي شوية مش في بلاص تاني عشان الجبنة ما تبصي. تحطي فيها فلفل وتحطي فيها كل حاجة، استفندي، قشر بطيخ، اللي عايزاه تحطي فيها، بس بعيد عن الجبنة. ودلوقتي بنغطيها بعد ما حطينا خلاص؟ خلاص بنغطيها وتروحي تفتح. بس احنا بنعملوا ايه؟ 300 جبناية، 200 جبناية، زي ما عايزين. يعني احنا المرة دي بس عاملينها عشان التصوير كمية قليلة. بس لكن احنا بنجيبوا ايه؟ العجانة الكبيرة دي مليانة 100 جبناية، 200 جبناية، ونملوا البلاص كبيرة ونروحوا قافلينها من السنة للسنة. بس هنغطيها وخلاص على كده. بس كده ربطنا على البلاص من فوق اهو. خلاص
في ناس بتربط حته كده، أيوة. في ناس بتعجن حته الطين بتبني بحاجات وتروح مش اسمنت، ايوه ترى عشان اول ما تيجي تفكها تبقى سهله عليكي. تروحي عجنها وتروحي ايه يقولوا ليسناها وتروح قفلاها، دي اضمن، مفيش حاجه تخش فيها خالص ده ما تقعد سنه. ايوه اللي ما عندهاش طبعا الحاجات دي بيحط عليها حاجه ويروح رابطها. طبعا احنا حاطين البلاص فوق السطح فوق، احنا عاملين الاوضه دي للثوم والبصل والجبنه والحاجات دي. بس عشان ما تعملش الا في شقه بيحطها، ان كان عنده برنده ولا حاجه، ان كان عنده كمان، في ناس في الشقه عندها مناور صغيره جنب المطبخ. طب ماما دلوقتي احنا مش هينفع نخلي المشاهدين يعني يستنوا سنه، احنا هنطلعه لهم بقى جبنه من اللي انت كنتي اصلا من البلاص الثاني اللي انت اصلا حطاه عندك، هنوريكم دلوقتي بقى لهم الجبنه بعد ما بتطلع بتبقى شكلها ايه. كده خلاص احنا سقطنا الخضرة، وعليك بخير السنه الجايه. دي بقى خلاص طلعناهم البلاص الثاني، بصي قديمه شايفين جميله ازاي، والمش عليها عامل زي الزبده. بصي زي الزبده. دي طبعا لما بتذبح كده جاهزه بتبقى غاليه خالص. تبقى غاليه خالص عم نعملوها احنا، تجيب ممكن بلاص ب 600 جنيه ب 700 جنيه بس جميله. وانت عشان حاطة لها الدواء وكل حاجه فما فيهاش فيها اي حاجه، ما فيهاش دوده. بصي ما فيهاش دوده، عشان في ناس بس بتخاف وتقول لك بيبقى فيها دود او حاجه، ما فيهاش حاجه خالص. زي ما انتم شايفين الجبنه زي الزبده ونضيفه جدا وبتبقى حاجه كده ايه يمي وبتستعملها تاكلها الناس اللي ضغطها واطي على طول. المهم جربوها هتعجبكم قوي. لضغط واطي، احنا الحمد لله ضغطنا اي الحمد لله. وبس كده هي دي الجبنه بتاعتنا اللي عملناها. طبعا تسلم ايد حماتي على المجهود اللي عملته معايا في الحلقه دي. ان شاء الله بقى تجربوا الجبنه القديمه المصري وتعجبكم جدا، وطبعا الناس اللي مجربينها عارفين قد ايه هي لذيذه وطعمها حلو ويفتح النفس. يا رب كده الحلقه بتاعتنا للنهارده تكون عجبتكم وتكون خفيفه عليكم. لو عجبتكم ما تنسوناش بقى في اللايك والشير، وما تنسوش تكتبوا لي رايكم في الفيديو، ولو اول مره تشوفوا فيديوهاتنا ما تنسوش الاشتراك في القناه. كان معاكم ساره عطيه، اشوفكم في وصفه جديده. باي باي.